انظر إلى ما يقوله الآن وزير الصحة الألماني، هناك خطر حقيقي لإفلاس مستشفيات بسبب أزمتي الطاقة والتضخم. هل هذا بتقديرك أستاذ أحمد سيجعل دولا أوروبية تغير موقفها من الحرب الروسية على أوكرانيا؟ يعني قبل أن أجيبك على سؤالك، يعني هناك عدة نقاط للتوضيح. تفضل. فيما يتعلق بمظاهرات اليوم أو بما يتعلق بإضراب الثلاثاء على وجه التحديد الذي يقوده الاتحاد العام للعمال، رفض الاتحاد العام للعمال مشاركة أي جهة سياسية لتطويع هذا الإضراب لمصالحها، وإنما رغم أنه محسوب على اليسار لكنه فضل أن تكون هذه العمليات هي حركة عمالية احتجاجية لا علاقة لها بالسياسة، وإنما بهدف الحصول على حقوق العمال. طبعا ممكن أن ننتقل إلى موضوع حقوق العمال في يعني لاحقا. أيضا فيما يتعلق بالنفط أو بالغاز الذي تبيعه مثلا أمريكا بتصريحات ماكرون أو صرخة ماكرون، طبعا فرنسا تعتمد بشكل أساسي على الغاز الطبيعي من مصادر متعددة كما قالت إليزابيث بورن والتي هي رئيسة الحكومة الفرنسية، بالتالي لا تعتمد على الغاز الروسي ولا تعتمد يعني لا تعتمد. بس أستاذ أحمد، شو سقف هذه التظاهرات الشعبية والاحتجاجات، شو سقفها، لوين ممكن توصل؟ نعم، هذه الاحتجاجات الشعبية ستصل كما ذكر ضيفك، يعني اليوم توحدت الأحزاب حقيقة، توحدت أحزاب المعارضة، يعني اليمين المتطرف مع اليسار مع الخضر توحدوا في هذه التظاهرات لأنها مطالب شعبية بالنهاية. ماكرون يقولون أن ماكرون فشل في تقديم أو في تنفيذ الوعود رغم أنه وعد منذ فترته الرئاسية الأولى. الناس اليوم تحتاج إلى قيادة فرنسية، اليسار يطالب اليوم بانتخابات تشريعية مبكرة، وبالتالي نحن اليوم أمام يعني أمام وضع يمكن أن يتمخض عنه حالة سياسية جديدة في فرنسا فيما لو استمرت الأمور. يعني نحن رأينا أن في العامين الماضيين كما حصل في تظاهرات السترات الصفراء أصبح الوضع السياسي في فرنسا جدا صعب. اليوم أيضا الوضع السياسي المتأزم في فرنسا يشهد مثل هذه الحالة نتيجة تقريبا صعود اليمين المتطرف بالإضافة إلى اقتراب اليسار من الجولة الثانية الرئاسية، وبالتالي كان ممكن أن يكون ميلانشون هو رئيس فرنسا بدلا من ماكرون. تمام، ربما نحتاج إلى حلقة منفصلة نتحدث عن الشأن الفرنسي وهذا الصراع الحاصل حاليا والخلفيات ومستقبل التظاهرات، ويسرنا أن تكون حينها معنا أستاذ أحمد مراد. شكرا جزيلا لوجودك من باريس الصحفي السوري، شرفتنا في الاستديو التاسع. أهلا ومرحبا بك دائما.